مساء الورد يا كاتيا، وخبرينا كيف الأجواء عندك. يعني شفت بالصور أنا الكل مرة واحدة كان مبسوط وكان عم بيصرخ من الفرحة. صح، مساء الورد ميسون. يعني شفنا فرحة بفوز المنتخب المغربي ولا أحلى. يعني المنتخب العربي يلي مثل ما بنحكي أثلج صدورنا وفرحنا. معي ميسون هلأ أنا كابتن مالك شلبية. كيفك كابتن؟ أهلا وسهلا فيك. تمام الحمد لله. شو شعورك لما المغرب فازت؟ يعني أول شيء أكيد شعور كتير حلو وكبير، وكلياتنا يعني بنفتخر بهذا الإنجاز كونه أول فريق عربي بتاريخ كأس العالم تأهل دور ربع النهائي. صراحة إحنا كلياتنا فخورين كعرب، ونبارك لكل العرب مش بس للمغرب، كل العرب بنبارك لهم بهذا الفوز التاريخي وتأهله التاريخي. يعني شعور لا يوصف يعني، وإن شاء الله بنتمنى المنتخبات العربية دائما إنها تقدم أشياء حلوة في كأس العالم ان شاء الله. احكي لي مين بتشجع. يعني اكيد وبتعصب الارجنتين، وان شاء الله بشوف ميسي حامل كاس العالم اكيد طبعا ان شاء الله. شكرا كثير. شكرا، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. مساء الخير. احكي لي اول شيء مين بتشجع. بشجع البرتغال. حضرت مباراه المغرب واسبانيا اليوم؟ حضرتها اليوم، البرتغال المغرب واسبانيا. يعني كان انجاز تاريخي للعرب كله تاهل المغرب لربع النهائي، وهذا إشي مشرف للعرب أكيد طبعاً. احكي لي لمين متوقع كأس العالم يكون؟ للبرازيل. شكراً كثير. أهلين إن شاء الله. يلا مرحبا. مين بتشجع؟ هذا. مين بتشجع اليوم؟ برتغال. يعطيك ألف عافية. يعافيك يا لبيك. لي كلمة بمناسبة فوز المغرب. يعني شعور لا يوصف يعني، وغير هيك يعني ما بتقدر تحكي أي كلمة. يعني أسود الأطلس، وألف مبروك للعرب، ورفعوا رأس العرب فيها المباراة. يعني إشي مفخرة يعني، والحمد لله، ومبروك الفوز للمغرب. ويعني شعور رفعوا رأس العرب مزبوط، بفرح الحمد لله. وهلأ ميسون معنا كمان كابتن منذر أبو عمارة. كيفك يا كابتن؟ الحمد لله تمام. كيفك أنت؟ تمام. احكي لي كلمة بفوز المغرب، شفتك متابع المباراة ويعني مشجع رائع. يعني شوف صراحة بالنسبة للمغرب انت عارف يعني كدولة عربية احنا ملزم علينا ومجبر كعرب انه نتابع الفريق المغربي. بصراحة كان يعني فريق مغربي مميز جدا، يعني خلينا نقول بالنواحي الفنية، بنواحي النفسية، بكل يعني بجميع النواحي كانوا أبطال وكانوا على قدر المسؤولية، ولعبوا مع فريق أنت قاعد تقول بطل. يعني سبق أنه أخذ كأس العالم إسبانيا، وبصراحة يعني اليوم أداء مشرف، وبصراحة فرحة يعني جدا جدا كانت يعني غير موصوفة. مثلا بكم شعورنا بالفرح بصراحة. يعني فريق المغرب فريق محترم، وأنا بصراحة كنت متوقع، وكنت يعني انت تتمني اكيد العرب، كنت متوقع انه راح تفوز المغرب. ليش؟ لانه احنا شايفين بالدور الدور الاول كيف كانت المغرب، كانت زي ما تقول الفريق هي الاوروبي تلعب ضد فريق مثلا عربي بالنسبه للفروقات اللي بيننا وبين الافرقه الاوروبيه. فبصراحه احنا فوز مشرف لكل العرب، واحنا ان شاء الله وراهم وداعمين لهم، وباذن الله يوصل للنهائي وان شاء الله ياخذوا النهائي. بعيدا عن المغرب مين بتشجع؟ فرنسا. هيك ميسون يعني كانت الاجواء العامه عندنا اليوم، والفرحه بفوز المنتخب المغربي. زي ما قلت لك يعني كانت الفرحه رائعه، وهلا هينا بمباراه البرتغال وسويسرا، وهي اجى اول جول للبرتغال. برجع لك على الاستديو.